السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه AI Home Design، بتديله أي مساحة هو يبدأ إن هو يعمل لها إعادة تصميم. طيب خلينا نعمل أبلود للصورة عندنا. بيكتشر وليكن مثلا الغرفة ديت، هو بيبدأ يحللها وبيشوف ايه العناصر الثابتة اللي هي مش تبع الديكور، الحوايط، الأبواب، الشبابيك، بيثبتها. وبعد كده العفش بيبدأ ان هو يغيره ويبدأ يديله ستايل جديد. ممكن يغير برضو ألوان الحوايط، يغير ألوان الشبابيك، لكن الأصل ان هو ما بيعدلش، مش هيقولك شيل حيطة وهكذا. تمام، ممكن تقول له انا عايز انتريور ديزاين، في فيجوال ستيجن، في ايمج انهانسنج. تمام، طيب خلينا نقول له مثلا انا عايز الانتريور ديزاين اهو. طيب الغرفة دي عبارة عن ايه مثلا؟ خليها ليفنج روم. الكالر اللي انت عايزه، الستايل اللي انت عايزه، مثلا مودرن كرييت. لازم طبعا اعمل تسجيل دخول. زي ما انت شايف هو مدينا 6 نقط، استخدمنا نقطة فيهم في إعادة التصميم. بعد كده لو انت عايز نقط تانية لازم ان انت تعمل اشتراك بفلوس. دي مثلا الصورة وهو حاطط طبعا العلامة لان دي مجانية. ممكن نقول له طب احنا عايزينها مثلا اوفيس، والكالر الالوان نغير الالوان ويطلع لنا صور تانية ان شاء الله. طيب ممكن نفعل خاصية جميلة اسمها كومبير، بحيث ان انت تقارن بين التصميم الاولاني والتصميم اللي هو عمله لك. تمام، طيب خلينا نختار مثلا حاجة زي كده. انا حاسس ان هو التعديلات بسيطة خالص، يعني هنا ممكن في شوية تعديلات. طيب ممكن تقول له داونلود اوبشن وتبدأ ان انت تشوف عايز تحمل صورة عادية ولا اب سكيل. لو نورمال هيخصم منك نقطة، لو اب سكيل لازم تكون بفلوس يعني. تمام، طيب خلينا نشوف حاجة تانية عندنا مثلا. طيب لو انا بقول مثلا روم تايب واخترت مثلا جيم روم مثلا، واخترت الستايل مثلا غيرناه. تمام، في هو بيدينا شوية خصائص برضو، يعني لو تلاحظ لو في مشكلة في الزاوية يبدأ ان هو يصلحها لك، لو في اي مشاكل في الصورة في شوية امكانيات ان انت تعدل الصورة زي ما انت عايز. طيب تعالى بقى نشوف الفيرشوال. تمام، بيقول لي دراج اور سيلكت يور فوتو. طيب نرفع صورة. هو بيقول لي لازم تكون empty space، good light، correct angle. طيب دي ممكن نقول له احنا عايزينها مثلا بيدروم، وعايزين الستايل. بيقول لي النتيجة مش هتكون احسن حاجة. طيب نشوف، مفيش مشكلة احنا بنجرب. طبعا في خاصية هي لو انت في عنصر معين عايز تشيله من الصورة هيشيله لك. فهو هنا عمل لك هي غرفة النوم بالشكل دوت. زي ما انت شايف هو حافظ على الحوايط والجدران، و في بعض الصور بيعدل في الوان، بيعدل في حاجات بسيطة يعني اللي هي فعلا ممكن تتعمل. تمام، عندك ان لو في عنصر عايز تحذفه تطلع صورة وتعلم على جزء معين وهو يحذف له بشكل كويس. في لو انت عندك اي صورة يبدأ ان هو يحسنها لك.